السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي اخواتي، إن شاء الله ألقاكم في تمام الصحة والعافية بإذن الله. نايضة خوتي مع واحد الفيديو لايف جديد ديال الصحفي إيلي الباسل اللي شرشم دنيا باطمة والزوج ديالها، واللي قال شي حوايج صراحة الأكاذيب اللي كتكذب وكتخرج هذيك دنيا باطمة. احنا غنشوفوا هذا الفيديو، وما تنساوش تعملوا اللايك باش يوصل الجميع المتبعين ويعرفوا الحقيقة ديال هاد الدنيا باطمة. نعود بعد قليل. يا بيحة يا تلقيحة، اللي الشيطان لما يشوفك يقولك يا بيحة. دنيا باطمة، اقسم بالله دولة المغرب بالايام اللي جاية بالشغلة اللي عملتيه بحمزة منظبري مون بيبي، الوساخة الدنيئة الجاية الإجرام مطلعوا من كست. هلأ فعلتي وعملتي، هلأ جايتك الساعة تطلعي مقابلاتك، رح فرجيك الساعة كيف. لما اطلع لك مع بملفاتك رح فرجيك الساعة كيف. طعميني ولا فيك تشربيني، انا ماني محمد، انا محمد الترك عمل لها انفولو، عاملين انفولو لبعض وهي بشهر السابع. حنشوف. يا بيحة يا تلقيحة، اللي الشيطان لما يشوفك يقولك يا بيحة. دنيا باطمة، اقسم بالله دولة المغرب بالايام اللي جاية بالشغلة اللي عملتيه بحمزة منظبري مون بيبي، الوساخة الدنيئة الجاية الإجرام مطلعوا من كست. هلأ فعلتي وعملتي، هلأ جايتك الساعة تطلعي مقابلاتك، رح فرجيك الساعة كيف. لما اطلع لك مع بملفاتك رح فرجيك الساعة كيف. طعميني ولا فيك تشربيني، انا ماني محمد، انا محمد الترك عمل لها انفولو، عاملين انفولو لبعض وهي بشهر السابع. حنشوف. شنا اخوتي في هذا اللايف ديال هذا الصحافي اللي هو خارج البلاد المغربية واللي تكلم على هاد الدنيا باطمة، هاد الصحفي المشهور واللي معروف يعني ما كيخرجش شي حاجة إلا كتكون مأكدة 100%، وهذا الشيء دليل على أن دنيا يعني هاد القضية ديالها وصلت العالمية، وصلت العالمية أخوتي، سواء الدول العربية وحتى الدول الغربية، وأن هاد الدنيا لن يكون مقدور ديالها أن تحتفل هذه الأيام بالحمل ديال الثاني كما فعلت قبل أكثر من 3 سنوات حين نشرت مقطع فيديو على الحسابات ديالها بمواقع التواصل الاجتماعي بما في ذلك الفيسبوك والإنستغرام وتويتر وما إلى ذلك، وهي برفقة مجموعة من الصديقات ديالها اللي كانوا كيزغرتوا تعبيرا على الفرح ديالهم بحادث الحمل ديال الأول بطفلتها البكر غزل. والأمر مختلف تماما في هذه السنة، سنة 2020 أخوتي، التي لم تأتي فيها المصائب فرادى بل توالت عليها جملة، كما شنا أخوتي يعني جميع المصائب والمشاكل سبحان الله العظيم بحال تكبت عليها دقة واحدة، فهي تحاكم في قضية رأي عام تجاوزت الحدود الوطنية، كما شنا الآن هذا الصحافي إيلي الباسل اللي كيتكلم وعدو واحد الغيرة وبهذه الطريقة باش تكلم بغى يوصل له واحد الرسالة بطريقة غير مباشرة، هي والأخت ديالها ابتسام اللي كانوا واللي كانت كتخوض معارك واقعية وافتراضية طاحنة نيابة عنها، واللي كتقبع ابتسام الآن في سجل الودايا بمراكش منذ شهرين على خلفية تورطها في ملف الحسابات نفسها، والمختصة في التشهير الإلكتروني بالفنانين والشخصيات العمومية، وزوجها والمدير أعمالها البحريني الجنسية واللي توفى العم ديالو قبل أيام إثر مرض عضال، ولكن
كيف جاءت متابعة المغنية سليلة العائلة الفنية العريقة اللي كنعرفوا احنا جميع المغاربة صغيرا وكبيرا، عائلة باطمة اللي كنكنوا لها جميع الاحترام لان لها تاريخ فني عريق، وهذاك باطمة العم ديالها اللي توفى واللي معروف بالناس الغيوان، عمرنا ما سمعنا شي كلام خايب في حق هاد العائلة حتى جات هاد الدنيا باطمة، واللي بعد ما تشهرات بفضل هذاك العرب ايضا، وتم باش بدات المسيرة الفنية ديالها والطمع خلات تزوج داك محمد الترك اللي كان يعني عنده الزوجة ديالو والابناء ديالو وتزوجت به. حنا نقولوا هذا الا قسمة ونصيب، ولكن من تما فين بدات يعني المعركة، ومن تما فين بدا يعني بدات السيدة وتنتقم بجميع المتتبعين ديالها وحتى الفنانين اخوتي. صراحة بعد ما ظل الاسم ديالها متداولا بقوة في هذه المواقع التواصل الاجتماعي على أن العراب المفترض للحساب، ولورطة التصريحات التي أدت بها الناشطة المراكشية المعروفة سكينة غلامور، كما كنا كنعرفوا هذه سكينة غلامور اللي الآن هي كتقبع بالسجن الودايه، ولي صرحات بأن أمام الفرق الوطني للشرطة بأن دنيا في هذه القضية الكبيرة، واللي هي رئيسة العصابة وهي رأس الحرب كما صرحت هذيك عليها الداودي سمير الداودي، أكدت أن هي رأس الحرب، بأن هي والأخ ديالها هما من تقفان وراء هذا الحساب. يكفي هذا الاعتراف من هذا الجلامور وسمير الداودي، والأول اللي كان لها بتاريخ 26 غسط الفائت بأن المغني وأختها هما من تقفان كما ذكرت وراء هذا الحساب، وأن شخصا ثالثا كيسير نيابة عنهما. وإعادة غلامور التأكيد في المحضر الاستماع إليها، وأن شخصا استماع الثاني إليها بتاريخ 5 شتنبر المنصرم، بأن دنيا وابتسام على علاقة مباشرة بمسير الحساب. أما خلال السنطاق ديالها الابتدائي والتفصيلي من طرف القاضي التحقيق، فقد أكدت البلوغر اللي هي هاد غلامور والتي أدينت لاحقا بسنتين حبسا نافذا في أحد الملفات المتعلقة بالحسابات ذاتها، تصريحاتها أمام الضابطة القضائية مشددة على أن دنيا هي من عرفتها على مسير الحساب. ويكفي ويكفي أخوتي هذا الكلام، لأن هذا اعتراف جملة وتفصيلة، وهذا هو اللي خليها أن تكمل الحبس ديالها والسجن ديالها في مدينة مراكش، وهادشي كامل هو اللي كنتظروا يعني جميع المتهمين اللي الآن هما كيعانيوا كثير وكيحسوا بالحقرة لأنهم تحقروا. حتى الأخ ديالها ابتسام كتحس بك الحقرة، وعاشت حالة نفسية صعيبة داخل السجن اللودايا، وهادشي كامل ما غيمرش مرور الكرام، وهي غتاخذ الحق ديالها في السجن يعني. وحتى رغم ان يعني تاجيل المحاكمه او التاجيل الجلسات، لان كل مره كنلقاو انها كتحاول تراوغ المحكمه بشي دواسه، وهذا صراحه هذه الخطه وضعها يعني وضعها المحامي ديالها باش يحاولوا يلقاو شي طريقه باش يخرجوا من هذا الملف ومن هذه القضيه، حتى انهم كيحاولوا يستعطفوا جلاله الملك باش تحصل على البراءه والحصانه كما نقولوا، لان فعلا بعد ما كانت هي عندها جوج اوسمه، وحتى القسم الملكي سحب لها هذه الاوسمه لان ما كتستحقهمش، لان وصلت هذه القضيه وصلت خارج ارض الوطن. وهادشي كامل اخوتي ذنوب ديال الضحايا اللي مازال كيعاني من هذا الحساب الشؤوم، واللي خرج يا ما خرج على عدد كبير من هذه العائلات، يا ما فرق عائلات، يا ما كان الناس دابا مازال كتعاني لان الصور ديالها تلاحت في هذا الحساب تشوهات، كما على سبيل الذكر مريم السعيد اللي كانت غتزوج بهذاك الرجل اعمال المسمى كريم المغربي، وقاموا بنشر الصور ديالها
لان اي بنت اخوتي عندها ماضي، اي واحد عنده ماضي سواء رجل او بنت فعنده ماضي، فكيف هي بالضبط هذيك الدنيا اللي غتشوه هذيك مريم سعيد، هي بالضبط هي عندها ماضي ديالها، وهي راه حتى الاصدقاء اللي كانوا كيعرفوها وكانوا اصدقاء راه الله توما دلو بالشهادة ديالهم يعني في اليوتيوب يعني في مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى الناس اللي كيعرفوها عارفين شنو كتعمل الايام الماضي، وماشي هي تجي دابا وكتفضح وتشوه السمعة ديال الفنانين، لان هي الاولى بالفضيحة، هي الاولى بالفضيحة. وحنا كنتمنوا بالتحقيقات ومن المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المرتبطة بالتقنيات الحديثة التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية باش اللي بجميع الوثائق اللي كانت الفيديوهات بتحليل ديك الفيديوهات والأوديوهات اللي كتثبت أن دنيا باطمة فعلا هي زعيمة العصابة، وهي فعلا وراء ما تقف وراء هذا الحساب. وإن شاء الله احنا عندنا ثقة كبيرة كبيرة في المحكمة ديالنا، المحكمة المغربية اللي غتثبت في هذه القضيه، يعني في الشهر القادم في شهر 7 9 شهر 7 اللي غتكون مفاجات كثيره كثيره، حتى ديك دنيا باطمه ربما غتجر معها مجموعه من المتهمين اللي هي عارفاهم وهما عارفينها، ان الى مسدد تحكمات فغتورط وغتجبد مع مجموعه من الناس باش تخفف او باش تحاول تخفف عليها يعني المحاكمه. وحنا بغينا هادشي كامل نعرفوه، وحتى الرأي العام المغربي يعرف الحقيقة ويوصل الخبر لجميع الدول العربية يعرفوا الحقيقة وراء هذا الحساب، وشكون وراء هذا الحساب، وشكون اللي كيسيروا بالضبط. إن شاء الله أخوتي نلقاكم في تمام الصحة والعافية، وما تنسوش تعملوا اللايك والبصمة والاشتراك، حتى الناس اللي مازال مشتركوا اشتركوا في القناة باش دائما يوصلكم الجديد إن شاء الله. دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.